السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. بارتاجيو لنا الله يخليكم يا خوتنا. هاد اليومات رانا بارتاجيو لنا الله يخليكم. الصفحة راهي محجوبة على المشتركين وعلى كل الناس. بارتاجيو لنا الله يخليكم يا خوتنا تعيشوا. شكرا شكرا لكم مسبقا. شكرا لكم مسبقا. عندي زوج كلمات برك نقولهم. الله يخليكم خوتنا، صح عيدكم اونكور اون فوا. ازول في اللون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بونسوار ا توت ا توس بيان سور لا كوميونيتي الجيريان وكل الاشقاء وكاع كاع 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 سون اكسبسيون كامل 58 ولايه ولا كل واحد واش يقول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي. راني حطيت منشور اليوم في بدايه العشيه، كنت لقيته عند المحامي بادي. جي تروفي سيتي جوست، اللي هو على الشيخ علي بالحاج. الشيخ علي بالحاج اللي جو بونس الى بينيفيسي هو تاني من العفو الشامل اللي كان دارو الرئيس السابق بوتفليقه. دخلوا عندي بزاف، راهم يسبوا راهم يقولوا تقدروا تهبطوا تروحوا تقراوا كيفاش انتي. انا قلت انا متضامنه لانه السيد ما عندوش، راهو يقول بلي راح لوبيتال مصطفى باشا ما قبلوش يداوي بون وممنوع انه يدير الصلاه. حبيت نطرح عليكم سؤال يا عباد الله يلي راكم تدخلوا تسبوا وتشتموا، علاش نهار در بوتفليقه الوي اما ما خرجتوش ندتوا ورفضتوا؟ احنا ما قلتوش احنا ما راناش قابلين الوئام، لا لا لازم تحاسب وتشنق كاع اللي كانوا يقولوا عليهم الارهاب. ولا عندكم دليل انه واحد منهم كان يقتل؟ لانه اللي كانوا يقتلوا كانوا يذبحوا راهم عايشين برا، عندهم الديار وعندهم الطونوبيلات، وحتى واحد ما يسترجي يهضر معاهم اللي الناس شافوهم بعينهم. داكوغ؟ فما تخافوش على روحكم، راكم في هذه الايام المباركه. ما تخافوش على روحكم، حاجة ما شفتهاش عينك. ما تخافوش على روحكم. أنا نقول بلي عشنا في تضليل كبير من 62 وحنا عايشين في تضليل كبير. كيما قالوا لنا لي 130 جون كابيل قتلهم الإرهاب، ومن بعد دوكا رانا ولينا نسمعوا حوايج وحدوخرين ملي ولا كاين الفيسبوك ولا كاين كلش، باسكو أفون ما كانش عندنا المعلومة. ألوغ دونك انا راني برك نرجع نقول لكم من الناحيه الانسانيه، هاد السيد يا اخي دار الحبس والى بينيفيسي وكان هو من الناس اللي استفادوا من العفو الشامل. دونك واش كاين؟ وراه المشكل انه هاد السيد يخرج يصلي ولا يروح للسبيطار يعالج ولا حتى انه يخرج يحتج برا؟ يا اخي الدوله الجزائريه ما عندهاش معاه ملف في القضاء. الدولة اللي كانت راني نهضر ما عندهاش ملف معاه في القضاء، وهي عفات على كاع مع على كاع اللي كانوا يقولوا عليهم ارهاب، اللي كانوا يقولوا عليهم ارهاب ولا كاين العفو الشامل. الوغ دونك هاد السيد هذا علاش راهو مسجون؟ علاش ما عندوش الحق يروح يصلي في الجامع؟ علاش ما عندوش الحق يعالج؟ دخلتوا تسبوا فيا وتقولوا لي ما كناش نظنوك انت يا زكية انك انت تساندي ارهابي، انا ما شفتوش يقتل. الا نتوما هاد الشيء تشهدوا به في الغيب نتوما احرار، انا ما شفتوش. داكوغ؟ وانا راني نقول لكم هذا راهو اب جزائري، غلط ما غلطش دار ما دارش. داكوغ؟ انا نعرف انه الدوله الجزائريه دخلته للحبس ومن بعد خرج ومن بعد الى بينيفيسي من العفو الشامل. ولوا العقولكم ما تخلطوش في الامور. داكوغ؟ ما تخلطوش في الامور. واني ما نحيتش سبان وما نحيتش تعليقات نيجاتيف على الشيخ علي بالحاج. تقول له في نفسكم حاجه اللي ما تشوفهاش عينكم ما تشاهدوش بها. صارحنا الملايير المليارات كانت تروح وكانت تنهب ولادهم حتى ولاو يحرقوا فيها بالبريكي، وحنا عايشين في التقشف اللي داروه لنا عنده 10 ولا 9. وانا الرئيس السابق بوتفليقه، انا وحده من الناس كنت مغفله، كنت نقول له انت بابا. انا كان يقول لي انتم ولادي، ما عنديش ولادي ادعوا لي ربي يشفيني، انا ما عنديش ولادي. وكنت اصدق كما كنت اصدق انه هذا كان ارهابي وهذا كان ارهابي وهذا كان يقتل. الوغ سيل فو بلي راجعوا حساباتكم.
احنا غلطنا فيما سبق، ما كانتش عندنا المعلومة، ما كناش نعرفه، ما كناش نعرفه وش كاين وش كاين. لكن كما يقول لك دوكا خلاص، وكتر خير المدونين الجزائريين اللي راهم في اوروبا داكو. الوغ دونك اللي ما شافتش عينو يتقي الله في نفسه، ولينا نخافوا رانا كبرنا. انا وحده، انا مره راني خمسينيه حمالات الحطب راهي واعره، وما على بالكمش وما على بالكمش. الوغ دونك جو كوا كو لافوكا مسيو بادي حقه وحقي. انا كي عاودت النشر تاع المنشور تاعو انه ايه، عنده الحق مسيو علي بالحج، الشيخ علي بالحج، انه يداوي، عنده الحق انه يصلي في المسجد داكوغ. اما الاشياء اخرى المفروض كاين عداله هي اللي تفصل فيها، والسيد جوز الحبس وخرج، والمفروض دوكا يعاود يولي الحياه العاديه. الا ما تفهموش هذا الشيء هذا، الله يخليكم ما تدخلوش لحسابي سيلفو بلي، خلوا الدوبه بركات واش راهو داير. يا اخي انتم تقولوا على نفسكم، تقولوا على نفسكم مثقفين وعندكم مستوى، وانتم ابسط الاشياء ما تفهموش. سامحوني مع احترامي لكم، انا كنت نمشي حبست باش نوضح هذا الموضوع ونكمل طريقي. فوالا، وتحياتي للجميع. الحراك السلمي مستمر، ثوره البيضاء مستمره. اطلقوا سراح ولادنا، اطلقوا سراح سجناء الراي. ولادنا ما داروا حتى شيء، راهو عيب وعار. الحريه لكل سجناء الراي. تحيه الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. والله يهدينا كاع كيما رانا، كامل كيما رانا دايرين.